هلو هلو حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. اليوم هو أول فيديو في تحدي الرشاقة خلال الشهر المبارك. فيديو اليوم هو فيديو كارديو لحرق الدهون، يعني حنحرق دهون الكرش، دهون الجوانب، دهون الظهر، الجسم كله بدون استثناء. ضروري تسووا كارديو إذا حابين تحرقوا دهون. خلال هذه الحصة حنعمل 30 دقيقة، كل واحد يعمل حسب جهده، يعني قدرتي 10 دقائق بس سوي بس 10 دقائق، 15 دقيقة وهكذا. نصتوا لجسمكم مش للفيديو. هيدي من ناحية، ومن ناحية تانية هذا الفيديو فيكن تسووه قبل الإفطار بساعة ماكسيموم، وفيكن تسووه بعد الإفطار، وفيكن تسووه بعد شهر رمضان كذلك. يلا نبتدي. نتمشى، حنبتدي تسخينات، نتمشى شوي. برافو، تنفسوا، دخلوا كرشكم، نزلوا أكتافكم. يلا هدول بس تسخينات. ضروري تكونوا لابسين برجليكم، وضروري تكونوا لابسين صدرية اللي بتكون ماسكة صدركم كويس بالنسبة للبنات. برافو، دخلوا كرشكم، كملوا، جيبوا إيديكم كل مرة عشان تسخنوا كل جسمكم. برافو، دخلوا كرشكم، تنفسوا، شهيق، زفير. برافو، هلا افتحوا رجليكم بشويش، وانتم داخلين كرشكم، لانه بهذا الكارديو حنشتغل على الخواصر كذلك على البطن، يعني الجسم كله حيشتغل. برافو، بهذه الناحية كذلك. كملوا، دخلوا كرشكم، برافو، رجعوا تمشوا. حنسخن مثل ما قلت لكم 6 دقائق، شوي شوي نطلع نبضات القلب. وتنفسوا، جد مهم. يلا طلعوا ركبكم هلا بعد اكثر، وانتم داخلين كرشكم. اوكي، هلا منجيب رجلنا ومنسخن شوي شوي هاد الحركة. حضروا كل جسمكم حتى ما يحوشكم إصابات، هاي بالكويتي. برافو، دخلوا كرشكم. هلا الرقبة، ده قدام كذلك. خدوا وقتكم، تنفسوا مهم. هلا انزلوا بعد اكثر. برافو، يلا حنرجع لهذه الحركة عشان نسخن الركب كذلك. حاولوا هلا تنزلوا ولورا. يلا قربنا، برافو. هلا حنبتدي نتمشى، وبعد حنبتدي بالركض. حنركض دقيقة ونرتاح نص دقيقة، نركض دقيقة ونرتاح نص دقيقة مدة 3 مرات، وبعدين في حركات موالية، يعني كل شوي حنغير، يعني كل 3 جولات من نفس الحركة وبنغير حتى جسمكم ما يتعود. جاهزين؟ يلا واحد 3 شوش 1، ونبتدي نركض. ركضوا بضمير مدة دقيقة، يعني مش ضروري تسرعوا، كل وحدة وطاقتها. تنفسوا، مهم جدا خلال رياضة كلها. دخلوا كرشكم، شدوا عضلة المهبل.
كأنكم سوري على التعبير بس كأنكم حاسين انكم بدكم تروحوا التواليت تتبولوا بس ما في تواليت. كيف بتشدوا العضلة هيك؟ برافو كده لازم تشدوها. ونتنفس. يلا صرنا نص الطريق او حتى اكثر. برافو حسيتوا بنشاط كويس. اللي بيعملوا بعد الفطور عم تحرقوا اللي اكلتوه. قبل الفطور بيروح دغري للدهون المخزنه. دخلوا كرشكم. يلا هنتمشى 30 ثانيه. شايفين كيف مرتاحين؟ بنفس الوقت كل شوي نعمل ستريتشينج مثل اليوغا. ما تنسوا انه هذا رمضان او حتى لو مش رمضان بس كانه بنعمل هيت، يعني ضروري نطلع ونرتاح نص المده اللي طلعناها. يعني مثلا اذا ركضتوا 20 ثانيه ترتاحوا بس 10 ثواني وهكذا. دائما نصها. هون ركضنا 60 ثانيه فيلا حركت فارتحنا نص المده اللي هي 30 ثانيه. دخلوا كرشكم. بحاول انه بتكلم معكم طيلة التمرين حتى اضمن انكم متابعين. ورمضان مبارك. بدنا بعد رمضان نخلص رمضان وجسمنا احسن من ما كان قبل رمضان. تنفسوا دخلوا كرشكم شدوا عضلة المهبل. برافو. كملوا. يلا قربنا قربنا نرتاح. اللي حست حالها مش قادرة تتمشى بس ما توقف بالمرة. اسمعي لجسمك. يلا قربنا نرتاح. ثلاثة واحد. يلا تنفسوا. تمشوا بالبيت حوالين بيتكم، يعني مش ضروري تمشوا بس مكانكم. انتم ماسكين الموبايل خدوني جولة ببيتكم. حسيتوا بعطش؟ أنا نفس الشيء. نسو ذكرتكم فيه؟ سوري. خليكم متذكرين إنكم بتحرقوا الدهون. يلا آخر مرة حنركض وبعدين حنرتاح كمان 30 ثانية وحنروح للحركة الموالية. دخلوا كرشكم. يلا يا دهون باي باي يا دهون. دخلوا كرشكم شدوا عضلة المهبل. خصوص السيدات اللي خلفوا كذا مرة بيكون عندكم مش ما بعرف كيف أشرحها بس ممكن يكون تبول لا إرادي. ضروري تشدوا عضلة المهبل. تنفسوا. برافو. اعطوني ابتسامة. شايفتكم تسمو. برافو. اعطوني لايك لهذا الفيديو ما تنسوا، وما تنسوا شير للفيديو. يلا قربنا نخلص حنرتاح 30 ثانية ونمر للحركة الموالية. برافو عن جد برافو. كملوا. يلا قربنا. دخلوا كرشكم. تمشوا حوالين البيت ولا يهمكم. انا حارجع شوي لورا. سوري. وهلا جمب جاك جامبين جاك مدة دقيقة. مهم جدا. دخلوا كرشنا شدوا عضلة المهبل. هاد بتشتغل على الخفسة على الخواصر على كل شيء. برافو. كذلك على الزنود. يلا صرنا بنص الطريق. برافو كملوا. دخلوا كرشكم. كملوا. ابتسموا ابتسامة بتطلع الصدر والله العظيم. ما بكذب عليكم أنا. قربنا. اصبروا تحملوا. بس اللي ما قدرت تتمشى هلا. برافو
يلا قربنا. يلا تمشوا 30 ثانية. اللي كملت معي لهذه الفترة برافو عليك، واللي ما قدرت كذلك برافو، المهم هو المشاركة. تنفسوا، حسيتوا دقات القلب، برافو. يلا قربنا، جاهزين؟ شدوا كرشكم، تنفسوا. يلا مدة دقيقة كذلك، دخلوا كرشكم وتنفسوا. برافو، دخلوا كرشكم، ابتسموا. برافو، يلا قربنا. يلا أقل من 10 ثواني، برافو برافو. نتمشى، ما صدقت اللي شفت بالتوقيت انه صار 30 ثانية، بعرف انتو كمان. نفسوا، شهيق، زفير. طبيعي اذا حسيتوا بألم هون، طبيعي، تنفسوا خلال كل التمرين. آخر مرة هيدا، برافو. يلا ونبتدي، برافو. دخلوا كرشكم، شدوا عضلة المهبل، برافو. يلا قربنا، برافو. تنفسوا، دخلوا كرشكم، شدوا عضلة المهبل. شو صار نبسيت شي نوضب. يلا أقل من 10 ثواني ونكون خلصنا من هذه الحركة هلاكتنا. اللي مش قادرة مثلا ترتاح بس 30 ثانية بالنسبة لها انه قليل، فيك ترتاحي اكثر، اعملي بوز للفيديو. ما تنسوا انكم صايمين، هذا اذا بتعملوا الفيديو خلال الشهر المبارك. تمشوا حوالين بيتكم، شموا هواء ورجعوا للفيديو، اعملوا له بوز اذا حسيتوا حالكم تعبانين، بس تمشوا. يلا هلا حنعمل مونتي جونو، حفرجيكم. يلا كذلك دقيقة، اللي مش قادرة دقيقة بس 30 ثانية، ممكن تعملي أقل وقت يعني بجهد عالي وترتاحي أكثر، كل واحد حسب طاقته. تنفسوا، دخلوا كرشكم، شدوا عضلة المهبل، مهم. واسمعوا هذا الصوت، حاول ما أضرب. يلا صرنا بنص الطريق، برافو. طلعوا الركب شوي شوي، حاولوا ظهركم يضلوا مستقيم، جيبوا الركب عند ايديكم، برافو. يلا اقل من 10 ثواني، تحملوا، ابتسموا. يلا ونرتاح، ريحوا ركبكم، ريحوا رجليكم، حسيتوا انه بتشتغل الكواد غيسيبس، برافو تمام. حنتخلص من السلوليت يا بنات، تنفسوا، حاولوا انه تنزلوا الديافراغم، تنفسوا بهالطريقة، نزلوا كرشكم وطلعوه على برا، ما عليه حتطلع لكم كرش،
بس اسمعني حتى ترتاح. يلا قربنا. ارتحتوا؟ يلا برافو. قد ما فيكم طلعوا الركب. تسمعوا دخلوا كرشكم. عشر ثواني. يلا هلأ نتمشى. برافو. أنا على فكرة حاسة بيوجعني هون. وأنتو تنفسوا مهم جدا. نزلوا الديافراغم. خذوا وقتكم التنفس. آخر مرة هاد الحركة. اعملوا بوز للفيديو إذا مش قادرين كملوا بعدين. يلا برافو. بدكم جسم مثالي؟ هلا وقتها. برافو. برافو. عشر ثواني. برافو. عشر ثواني. يلا نتمشى. خلصنا من هذه الحركة وحنبتدي حركة تانية حتشوفوها. يلا ولا تنفسوا. إذا حاسين حالكم بدكم تتمددوا وتتنفسوا اعملوا اللي ريحكم. مش قادرين تكملوا الفيديو وقفوا اعملوا بوز رجعوا بعدين. اعملوه على مراحل ولا يهمكم. يلا هلأ حنبتدي بالنط على الحبل كأنه عنا حبل. أوكي رجل ثم الثانية. دخلوا كرشنا. أنا على فكرة أتصبب عرقا وأنتوا دخلوا كرشكم. تنفسوا. برافو. مدة دقيقة. برجع بعيد مش قادرة دقيقة. عشر ثواني بتكفيني. عشرين ثانية كذلك. استمعي لجسمك. أنت جسمك هو اللي حيقولك وين قادر يوصل. برافو. صرنا بنص الطريق. عارفين كنا أهمية النط على الحبل. بيحرق دهون. بيخلصنا من السيلولايت. خلصنا من البطن السفلية. برافو. ابتسموا ابتسموا. خليكم إيجابيين. يلا نتمشى. الله على راحة. راحة بس نشوف انه صار وقت الراحة. الخرج ليكون هيك. كيف شفتوا لي الفيديو؟ حريق؟ اعملوا شير للفيديو على الفيسبوك على الواتساب مع اصدقائكم. خلوا تعم الفائدة. ما تنسوا لايك. اكتبوا لي بالتعليقات لوين وصلتوا معي. هل كملتوا كل شيء او ارتحتوا؟ يلا يلا برافو. فطور شهي بعدين بعد الحبل. هيدلنا حركتين نكونوا خلصنا 30 دقيقة كارديو. دا
دخلوا كرشكم، شدوا عضلة المهبل، برافو. تنفسوا. عشر ثواني. يلا نفسوا، وبعد مرة كمان نرتاح. على فكرة فيكم مثلا تنطوا معي، تعملوا معي الحركة 3 مرات وترتاحوا أكثر، أوكي؟ تعملوا بوز وترجعوا هكذا. ما في إنه لازم أعمل من الأول للأخير، لا، مع المدة حتقدري تسويه من الأول للأخير، بس شوي شوي استمعي لجسمك. قادرة تكملي؟ كملي. حسيتي بحالك؟ ارتاحي، ان شاء الله ترتاحي نص ساعة مش مشكلة، بس ارجعي كملي. يلا تنفسوا، دخلوا كرشكم. ابتسموا. ثواني أو أقل. برافو، خلصنا من هذه الحركة تقريبا. يلا ارتاحوا، يا سووا بوز وارتاحوا أكثر، يرتاحوا بس مثلي 30 ثانية وعلى الحركة الموالية. على فكرة عم اشتغل على السيقان كذلك، على الأفخاذ، على الكرش، على كل شيء. ضروري نرتاح نص المدة. يلا خلصنا، وهلأ هنعمل الكعب للمؤخرة، أوكي؟ يعني بنركض، حاولوا، أنا هعمل مصايب بالبيت، إنه تلمسوا المؤخرة بكعبكم، أوكي؟ كذلك مدة دقيقة، معلش، كنت هقول شيء، الدنيا صيام، هأسكت. دخلوا كرشكم، لمسوا المؤخرة بكعبكم، هذا هو الهدف من هذه الحركة. أنا لازم أتقدم لقدام لأنه كل مرة بضرب الفوتوي وراي. عشر ثواني. هلا قربنا، برافو، ريحوا. من اللي لساته معي لهذا الراحة اللحظة اكتبي لي اياها بالتعليقات. برافو، عن جد برافو، اللي مكملة معي لهلا شابوبا. يلا ريحوا رجليكم، نبضات قلبنا. أنا صرت أتسبب عرقا، يعني كل عرق. يلا أنتوا اللي طلبتوا كارديو، خذوا الكارديو. مش قادرين قبل الفطور، سووا بعد الفطور، تكونوا أكلتوا، فيكن تشربوا مني. برافو، الكعب للمؤخرة، انتبهوا. برافو، 10 ثواني.
تمرين ما قبل الأخير. يلا ريح. نزلت قبله بالثانية. بنشتغل بهذه الحالة على الفخذ من وراء، يعني على الجسم كله، بنحرق دهون وبنشتغل يعني بنركز على منطقة معينة كذلك اللي هي المؤخرة والفخذ من وراء. يلا ريحوا لحالكم، تنفسوا. يلا كعب للمؤخرة. برافو. دخلوا كرشكم. دخلوا كرشكم. برافو. أربع ثواني. يلا ارتاحوا. خلصنا، هلا حنرتاح نمر لآخر حركة. آخر حركة، طمنوا لي بالكم، تنفسوا كويس. برجع شوي لورا حتى أكون كلي بالكادر. يلا هلا احسن شيء للاخير، يعني يلا حنعمل بهالطريقه كده، بنشتغل على الافخاد من الداخل كذلك. دخلوا كرشكم، شدوا عضله المهبل، تقدم لقدام. برافو. تنزلوا ايديكم لانه تعبتني ايدي فوق. قربنا. برافو. يلا نرتاح دقيقه. بعرف انه متنا بهذا الفيديو، سببوا عرقا ولا يهمكم. تنفسوا. اللي عملته قبل الفطور تذكري انه بعد قليل راح تاكلي. بعد شوفوا فيديو اللي نزل الاسبوع الماضي عن كيف انقص وزني برمضان، شرحت لكم كيف تاكلوا. يلا برافو، دخلوا كرشكم. برافو. برافو. بتبتسموا. عشر ثواني. بعد مرة يا بنات اصبروا، تحملوا تحملوا بس مرة وحنرتاح، حنحرق الدهون. هذا الفيديو كذلك فيكم تسووه بعد رياضة المقاومة، يعني بس عملتوا رياضة مقاومة للكرش للأفخاذ لأي شيء بتسووه هون كذلك بتحرقوا دهون مباشرة. يلا قرب يا
يخلص وقت الراحة. يلا جاهزين؟ دخلوا كرشكم، شدوا عضلة المهبل، تقدم لقدام، برافو، برافو، الأخير يلا وبرافو. خلصنا التمرين، فيكن هلأ تعملوا ستريتشينج، تتمشوا حتى تنزلوا نبضات القلب شوي شوي. جيبوا رجلكن مثل ستريتشينج حتى نعمل لهون أقل من 3 دقائق وبنخلص التسخينات وبنفوت بالأشياء اللي جد جد كارديو. ثانية، حسوا فيها هون كل هدولي وانتم داخلين كرشكم. طبعا اللي حاطلبكم منكم هلأ، تجيبوا رجل ورا رجل، تفتحوا وانتم نازلين بننزل الرقبة بعدين الأكتاف عشان نسخن الظهر كذلك وكل الجسم. نزلوا بشويش، اتنوا الركب وطلعوا. نرجع نعيدها، نزلوا بشويش، بس وصلتوا لأبعد حد فيكم بنتني الركب وبنطلع، برافو. أنا بقلكن مرسي كتير إنكن عملتوا معي الرياضة للأخير. عشان صحتكن ما تنسوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب إذا هيدي أول مرة بتشوفوا القناة. أنا انقطع نفسي، خلوا لي تعليقاتكم إذا كمان قطع نفسكم. نلتقي بالفيديو. شاي، أنا بحبكم كتير. باي باي.